أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أسلمت امرأة في الغرب ولها أبناء قبل دخولها في الإسلام، فهل يجب رد هؤلاء الأبناء إلى آبائهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا أسلمت امرأة في الغرب ولها أبناء قبل دخولها في الإسلام، فهل يجب رد هؤلاء الأبناء إلى آبائهم؟ نعم، إذا كانوا صغارا ولا يعيشون بدونها تربيهم وتدعوهم إلى الإسلام، لعل الله يهديهم، تنشيهم على الإسلام، هذه فرصة. أما إذا كانوا كبارا ولم يقبلوا الإسلام فسلمهم لأبوهم. نعم.